نقدم لكم طريقة تفعيل خاصية تمييز الوجوه في منظومة الكاميرات ASHDX2 Kit 4A. نضغط Right Click، نختار Main Menu، نختار كاميرا، نضغط على Smart، ثم نضع علامة الصح في المربع لتفعيل الخصائص الذكية في الجهاز، ثم نقوم بتفعيل خاصية Take Snapshot من خلال وضع علامة الصح داخل المربع، ثم نضغط على Save and Exit، ومن ثم Apply، وبعدها OK. نذهب على اليمين أسفل الشاشة، نضغط على Face List لإظهار الصورة التي التقطتها الكاميرا. شكرا زبائننا الكرام، وانتظرونا مع فيديوهات تعليمية جديدة.